عمل إرهابي يطال القوات السعودية في اليمن، فما علاقة وزارة الدفاع اليمنية؟ إليكم تفاصيل ما حصل في معسكر التحالف بمدينة سيئون في حضرموت. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وقوع اعتداء على القوات السعودية أسفر عن سقوط جنديين وإصابة آخر. أين حصل الحادث؟ وما علاقة وزارة الدفاع اليمنية؟ المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن التركي المالكي قال أن الحادث وقع داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون. كما تابع في بيان أن الاعتداء الغادر على القوات السعودية نفذه أحد منتسبي قوات الدفاع اليمنية وجرى بمعسكر لتدريب ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى. وشدد التحالف على أن الاعتداء نفذه أحد منتسبي قوات الدفاع اليمنية الذي لا يمثل الشرفاء، وأنه سيتم متابعة التحقيق بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمعرفة الأسباب والدوافع. أيضاً أوضح أنه يتم التنسيق للقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة. ما تعليق اليمن على هذا الحادث؟ نعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة الجنديين من القوات السعودية في قوات تحالف دعم الشرعية، واعتبر ما جرى اعتداء إرهابياً غادراً. كذلك دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني العمل الإرهابي الذي وقع في حضرموت، وأضاف: نترحم على أرواح الشهداء الأبطال ونتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب، وإلى معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد آل سلمان وأسر وأهالي الشهداء ورفاقهم من قيادات وضباط وأفراد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الذين يقفون جنبا إلى جنب مع إخوانهم في اليمن مجسدين أروع صور النخوة والتضحية، متمنيين للمصاب الشفاء العاجل. وأضاف الإرياني: نؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العمل الفردي الخبيث الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره وعلاقاته بأشقائه وجيرانه في المملكة العربية السعودية، وستعمل على ملاحقة الجاني وكشف ملابسات الجريمة النكراء وكل من يقف خلفها وتقديم المتورطين للمحاسبة لينالوا جزائهم العادل والرادع، ونثمن المواقف الأخوية الصادقة والتضحيات الجسيمة لأهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونؤكد أن هذه المواقف التاريخية المشرفة والدماء الطاهرة التي امتزجت في معركة الأخاء والجوار والمصير المشترك لن تنسى وستظل محفورة في قلوب ووجدان كل اليمنيين، وشاهدا حيا على واحدية المصير والأخوة الراسخة التي تمتد جذورها إلى أعماق الزمن.